أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مؤشر النيل، نستعرض فيها بالأرقام والتحليل مؤشرات البورصة المصرية التي واصلت ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين والصناديق العربية والأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.2% ليصل إلى 8553.43 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهرين. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 64% ليغلق عند مستوى 620.8. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ليربح 62% ليغلق عند مستوى 1083. كما صعد مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.36% ليصل إلى 10256.36. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الخدمة المالية باستثناء البنوك قطاعات السوق بنسبة 31.16%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 17.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.46%، تلاه قطاع منتجات منزلية وشخصية بنسبة 8.12%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع، واستحوذوا على نسبة بلغت 83.18%، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء وحصلوا على 8.28%، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على 8.55%. يأتي هذا فيما اتجه الأفراد نحو البيع واستحوذوا على 53.52% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 46.67%. وبخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم بنك الاتحاد الوطني مصر بنسبة 9.58%، ثم سهم العز للسيراميك والبروسلين بنسبة 39%، يليه سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 7.14%، ثم سهم مجموعة عامر القابضة عامر جروب بنسبة 26%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 5.56%، ثم سهم بلوتن القابضة بنسبة 3.14%، تلاه سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 2.96%، ثم سهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 2.34%. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 6.1 مليار جنيه، ليصل إلى 492.3 مليار جنيه بعد تداولات نشطة بلغت 1.650 مليار جنيه، تضمنت 343.5 مليون جنيه بتعاملات سوق المتعاملين الرئيسيين. ولمزيد من التحليل وتوضيح لأداء البورصة المصرية في تعاملات اليوم، ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال. أستاذ عادل، أهلا بك. أهلا بكم. دعنا نخرج أولا إلى تقرير يرصد أداء البورصة المصرية في جلسة تعاملات اليوم ختام تداولات الأسبوع، ثم نبدأ مشاهدينا الكرام تحليلنا مع الأستاذ عادل عبد الفتاح. مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين والصناديق الأجنبية والعربية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الخميس، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسبا قدرها نحو 6 مليارات جنيه، ليصل إلى 492.3 مليار جنيه بعد تداولات نشطة بلغت 1.65 مليار جنيه،
تضمنت 343.59 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين. بالنسبة لأداء البورصة النهاردة، يعني استمرارا في ارتفاع السيولة، فالنهاردة الجلسة عاملة أكثر من مليار جنيه. بالنسبة لأداء فئات المتعاملين، عندنا المستثمرين المصريين اتجهوا نحو البيع، ولكن المستثمرين العرب والأجانب أثاروا الشراء. من الملاحظ أن انتهاج المستثمرين العرب لدعم جامد للشراء في البورصة المصرية، محققين صافي شراء من أول السنة أكثر من مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 قفز بنسبة بلغت 1.2% ليصل إلى 8553 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة بلغت 64%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 62%. كان الارتفاع الاي جي اكس 30 ما كملش 1%، لكن احنا شفنا ان في فوليوم كبير اكتر من مليار و200 كمان. كان الشراء النهارده كان واضح ان هو من اتجاه الاجانب وكان اتجاه العرب والمؤسسات، وده يعتبر دافع كويس او مؤشر كويس على ان في قوة شرائية داخلة في السوق في الفترة الجاية. يمكن احنا لسه في منطقة السايد واي اللي ما بين 8200 8500 او 8600، الا اننا بنتجه بشكل قوي الى اننا نكسر المنطقة دي ونبدأ نطلع نكمل رحلة الصعود بشكل اقوى. خبراء بالبورصة اكدوا ان المكاسب التي حصدتها البورصة نتجت عن تردد انباء عن لقاء مرتقب بين خبراء ومدير الاستثمار بالبورصة المصرية مع المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي قريبا، مما عزز الثقة بأهمية البورصة في المرحلة المقبلة والدور الذي يمكن أن تلعبه في إعادة بناء الاقتصاد. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. نبدأ مشاهدينا الكرام تحليلنا لأداء السوق في ختام تعاملات هذا اليوم مع الأستاذ عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ عادل مرة أخرى. ارتفاعات قوية في ختام تعاملات هذا الأسبوع، ربح رأس المال للسوق في ختام جلسة تعاملات اليوم حوالي 6 مليارات جنيه. كيف تقرأ أداء البورصة المصرية في ختام تعاملات هذا اليوم؟ الحقيقة النهاردة كان مؤشر جيد جدا للسوق المصري. توفرت للسوق المصري نقطتين مهمين جدا، كان المحللين الفنيين تحديدا كانوا مبنيين عليهم توقعاتهم أو شروط لنصايحهم باستمرار صعود السوق، اللي هو قيمة التداولات اللي تخطط المليار جنيه النهاردة اليوم الثاني على التوالي. النهاردة قيمة التداولات حوالي مليار و300 مليون جنيه. أيضا الاستقرار فوق 8400 نقطة بالنسبة